بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. متابعين الأعزاء، زبائن محل ميس بروبر الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر في هذا اللايف تاع هذا الليلة. طولنا عليكم على بالي، معذرة. للأسف الله غالب نطولوا من فرموش الحانوت ولازم واحد البريباراسيون هذا باه نقدروا نديروا اللايف رايحين شوية. مرحبا بكم متابعين الأعزاء. هاي تراش كما قلنا لكم في المنشور، الغايب يعلم الحاضر. عندنا جديد اليوم، راح نورو لكم الجديد برك، وغدوه نديرو لكم الفيديو اللي وعدناكم به، اللي نزيدو نورو لكم واش عندنا سلعه في المحل جهه البلاستيك ومواد تنظيف. اليوم عندنا شويه جديد نوروه لكم ونروحو نتكاو شويه، وغدوه الصباح يدير لها ربي طريق. هيا متابعينا الاعزاء، طلعوا لنا شويه اللايف، بارطاجوا لنا شويه المنشور، خلوا الناس يشوفونا ويقيروا منا ويعاندونا، وباش نحكوا لكم تراش على الامور اللي جبناها اليوم ونحكوا لكم التواريخ. مرحبا بكم متابعينا الاعزاء. بدات الاسئله، سوبيرات من فضلك، ولا سوبيير، ولا سوبيير من فضلك. حنان امل درك شويه نعطوك نوروك لي سوبيير واش عندنا. هيا متابعينا الأعزاء، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أنتم الآن تتابعوننا مباشرة من محل ميس بروبر للأواني والتنظيف واللوازم المنزلية، المتواجد مقره بسكرة القديمة مقابل مقبرة العزيلات لاسك في مخبزة الوئام بالضبط. متابعينا على يوتيوب، أنتم الآن تتابعوننا من صفحة محل ميس بروبر للأواني والتنظيف واللوازم المنزلية بضغطة بحث واحدة، تكتبون فيها محل ميس بروبر للأواني والتنظيف واللوازم المنزلية، تجدون أنفسكم على فيسبوك في صفحتنا. اضغطوا لايف، اضغطوا على الإعجاب، تابعونا، استمتعوا معنا كما يستمتع غيركم بهذا بالسلع وبالأسعار المغرية كما رانا نقول دائما. أسعارنا في متناول الجميع، أسعارنا جد تنافسية، الحمد لله ما عدناش لنفسنا لحد الآن في أسعارنا البسيطة. طلعونا شوية اللايف، خلونا نبدأ نوري لكم الجديد. يلا وينكم يا أحرار، وينكم يا حراير، كما تقول في هذا التعليق ولا يقول أحمد سلطان حفيظ مردف. أهلا وسهلا، أهلا بك أيضا وسهلا بك مرة أخرى. أم أيمن مرحبا بك. نادو ندودة، ما تبان لي هذه ندى ندوشة، تبدلت للأخرى هذيك ولا ما على باليش. وعليك السلام، ربي يكون في عونك. أيضا سويتر سمايل، السلام عليكم وعليك السلام. الناس اللي راها تسلم الكل نقول لها وعليكم السلام. جي جي بورشوسير بلاستيك عندك؟ نعم عندي، تعمية ألف كاتريتاج. فاطمة الزهراء بومبونيير من فضلك، بلي بومبونيير قلنا لك في اللايف تاع البارح نورمالمون بالمغطى، سقسيتينا بالمغطى اني نتذكر جيدا. الله اعلم ما عندناش، لا متاكد باللي ما عندناش بالمغطى. بومبونيير عفوا، عندنا البومبونيير بالمغطى، دوك شويه كنوريها لك. عاودي فكريني برك، كي تشوفيني دور جهه القهوه والمعنى ديري لي فش درك نتفكرك. سوسو مهبوله من الصباح وانا من الصباح وانا نستنى في اللايف. عندك صوالح شابين عماره نتاع دراهم وما تكفينيش. نعم عماره نتاع دراهم وما تكفيكش، بصح بشويه بشويه كيما يقول نسيت راحت لي الهضره نتاع يقولوا قطره قطره ويتلم يتعمر الواد ولا ما على باليش كيفاه. المهم ما عليناش. حفيظه مردف مشكورين على حسن المعامله، الله يسلمك. انا طول نقول اللي الانسان الطيب هذا يحس بالناس كل طيبين والعكس. حسين بن دحمان السلام عليكم وعليك السلام. ام الاء وين المحل بالضبط؟ المحل بالضبط راهو في بسكرة القديمة، رانا دايرين فيديوهات، رانا دايرين خريطة، ادخلي المابس اكتبي محل ميس بروبر يخرج لك، راهو مرطاشي في الجوجل. في بسكرة القديمة قدام المقبرة تاع العزيلات لاصق في الكوشة بالضبط، اركبي في حضارة سقسي اي واحد قول له الكوشة تاع الوئام اللي حدا المقبرة تاع العزيلات وراهي.
الناس هي عاد تسقسي على الكوشه بينا احنا، تقول كيقولوا الملكوشه وين جات، يقول لهم تعرفوا ميس بروبر هاي لاصقه فيه بعد. يا سبحان الله العظيم. بس من المقبره يسقسوا عليها يقولوا لهم حذا ما اي محل، حذا محل ميس بروبر، هي مقابلاته انفاس، تروحش بعيد، روح لمحل ميس بروبر هاي وراي قدام المقبره. هاي تعكست الحكايه شوي. منال ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك فيك. ياسين غزاتي وعليك السلام. بارطاجونا اللايف يا جماعه، طلعونا شويه نسبه المشاهده يرحم والديكم، عاونونا شويه شويه عليكم وياسر علينا، وواحده واحده ومتابعه طيبه. آلاء الرحمن السلام خويا، عندك رحايه تاع الاعشاب؟ نعم عندي نورمالمون، الا راكي تقصدي الرحايه تاع لي زيبيس، عندي تاع القهوه لي زيبيس تريحي كلش، وريتها نورمالمون البارح في اللايف تاع البارح، ونزيد نوريها درك بعد شويه. احمد سلطان حوايجه ما شاء الله، وزيد حسن الاستقبال الثاني، الله يحفظك، الله يبارك فيك ويعطيك ما تتمنى ان شاء الله. زيد عثمان رامي، جبت طابله الكبيره تاع 240، خلي وحده نجي الاسبوع الجاي نديها باذن الله، ارواح تلقاها واجده، علمتني الحياه. واش اسم الماركه؟ واش من ماركه هذه اللي اسمها واش قلنا؟ الدوحي مراد، دح ضحوي مراد ولا. وعليك السلام. فوق بعضهم الله يسترك ويرزقك من باب الوسع، امين. يا ياسين غجاتي، سرير تاع الاولاد ديرك فوق بعضهم؟ عندي سرير هو ما يركبش بصح تقدر دير له واحد الفكره وتلصقه ساهل خلاص، وين من الاحسن تجيني الحانوت خير. اشرف بن مالك، وين المحل خويا؟ المحل شوف نقول لك المحل وين، كاين واحد الكونفلور مشهور او في سوق الاربعه او حذا مقابل الكونفلور تاع اشرف، اشرف الزين الطويل ذاك، ها هو راهم قابلني من هي، انا راني قريب ليه ما با 10 مترات ولا نلحق ليه. ام ضياء وعليك السلام، علمتني الحياه لازمك تنظم الحانوت. يا ودي واش ننظمو واش نديرو انت مالك؟ يا والله العظيم غير انا شوفي من نص ملي تطلع انت تمسو احنا ننظمو ما قدرناش، يعني ربي يبارك ما شاء الله لا قوه الا بالله، بصح المعان ما قدرناش ننظموها، ما قدرناش صدقيني، حوايج رقيقه، واحده طويله، واحده صغيره، واحده مدوره، واحده كاري كذا من هي، ما قدرناش ننظموه، معذره للاسف موه الله غالب. آلاء الرحمن، بقداه الرحاية خويا؟ الرحاية كاينة بمية وكاينة بمية وسبعين، نيني نيني، ربي يسهل لك، أمين يا رب العالمين. عثمان رامي، شكرا لأنك أجبتني، لا شكر على واجب. هيا ننطلقوا طراش في الجديد، يلا اللايف راه طلع شوية، خوتنا ربي تبعوا فينا، نزيدوا نعاودوا. أنتم الآن على المباشر، على في مباشرة على فيسبوك من محل ميس بروبر للأواني والتنظيف واللوازم المنزلية، بسم الله. في الحوايج الجديدة اللي جبناها عندنا لي رولو تاع النشافات هذو، عندنا الموديل هذا لوكال أليونس، لامارك أليونس، فيه 20 بياسة، هذا شيفونات صغار مورسوات هنايا مقطع طرف طرف، تنحو تمسحو تاع بوطاجي تستعملوه لكل الاستعمالات. عندنا الموديل هذا أليونس دار 23000، وعندنا سلعة تاع ترك أكورد 20 بياس وشي كاليتي مليحة شوية سوبيريور دار 28000. جبنا لي راكلات، الراكلات هذه وش هي؟ شغل الفرطوار صغير، تعودي تغسلي في الفايونس تاع الدوش تاع الكوزينه تاع البوطاجي، ولا عندك مرايات كروات تاع تواقي الى اخره الى اخره. ها وين هو راكلات الاخرى تاعك، شغل الفرطوار تمسحوها تنشفوها بالماء، تقدري ديري فيه مونش ثاني وتطلعي البلايص بعيده ما تلحقيلهاش عادي، او حجم كبير شويه دار 15000. وعندنا الموديل تاع القرعه ذاك زدنا جبنا منه الراكلات نتاع القرعة، ها وين هو دار 20000، شوفوا فيه فشفاشة لهنايا، هاي وين هي تلضي تخرج لك الماء عند الفتحة، هاي وين هي وراكي طيش الماء من هنا، هذه قرعة تفتحي الفلتاج البوشون هذا تعمري هذه بالماء ولا صابون ولا واش كاين، ترشي الفايونس تاعك ولا المراية ولا الكارو وتجبدي بالفرطوار هذا، حجم كبير دار 20000، وهذا اللي قل منه شوية دار 15000. عندنا فيهم ثاني لي كولير كامل، واش نزيدو نشوفو؟ عندنا لي غوميناج النورمال حاجة عادية، درك راه وقت فلفل بومنقوع وقت ولا تخدمو بهم يعني، ها هو لي غوميناج دار 10000 الحبة. زيدو فورس إكسبريس عندنا دوك نروحو ليه، سلك أريان، سلك تاع الانوكس اللي ما يصديش، لا مارك اريان، هاي ماركه زينه، دو بياس كيما هكذا ب 10000 فراك تاع لماعن.
الفحلة اللي تبرد القلب هذيك، لا مارك ثاني حشفة دوريجين هذه، هاي من الماركة الزينة، دارت 7000 فراك، زيد لافيت بونج كلينتكس دو بيس كاليتي سوبيريور بونجا، هاي وين هي، فيها دو بيس بونجا، جهة بونجا وجهة خزم، عندها منين تتعلق تحبوا تعلقوها، هاي وين هي مثقوبة في الأعلى تتعلق منها ولا وش كان، حاجة ثاني فور، حاجة كلينتكس هذه ماركة سوبيريور، حاجة زينة يعني بالعربية. واش دارت هذه مسكينة؟ ما دارت والو، هي قاضة بلاصتها مهني روحها، دارت 10000. ايه لافيت بونج. عندنا الكريستو، كريستو هذا، هذا راه زين ياسر، كريستو هذا، هذا الكريستو هذا راه حاجة زينة ياسر الكريستو هذا. شوفوا الاستعمال، هاي مكتوبة لهنايا، أغمر الأواني من نوع إينوكس أو المجوهرات الفضية في لتر ماء ساخن 10 غرام باللورات السوداء لمدة 5 دقائق، ثم طهرها بالماء الصافي. الأواني الزجاجية، أغمر الأواني الزجاجية داخل إناء مملوء بماء ساخن مضاف له 50 إلى 100 غرام من بلورات الصودا. الأرضيات، اغطس فرشاة تنظيف داخل مزيج مكون من 1 لتر من الماء الساخن زائد كأس من بلورات الصودا، ثم نظف الأرضية بالماء الصافي بواسطة منشفة، منشفة التنظيف يعني نشافة علار تاع 12000 الزينة اللي نبيعو فيها هذيك، سينو ما تصلحلكش الحكاية. الأحواض، مساحات الحمام والمطبخ، باستعمال القفازات نظف بواسطة إسفنجة مبللة بالماء الساخن وباللورات الصودا، مقدار فنجان قهوة زائد لتر ماء ساخن. تسريح الأنابيب المسدودة، أسكب مقدار نصف كأس من باللورات الصودا. أجمع راي معلومات قيمة هذه، لكن تقولوا مكانش وكذا من زينة ياسر. من باللورات الصودا في فتحة الأنبوب، ثم أسكب حوالي 2 لتر من الماء الساخن. تبييض الملابس وإزالة الترسبات الكلسية، أضف مقدار 60 غرام من بلورات الصودا داخل آلة الغسيل لتبييض الملابس وتثبيت ألوانها، بالإضافة إلى إزالة الترسبات الكلسية. المحتويات، كربونات الصوديوم وماء. ها هو الكريستو يدير 12000. نزيدو سيدو، عندنا دو موديل، جبنا دو موديل. عندنا هذا صابون مارسي، هذا للكور للجسم، تغسلوا به الوجه، تغسلوا تدوشوا، تغسلوا به القش عادي مارسي. وعندنا ديطاشون، هذا ينحي ليطاش، اللي ما يعرفوش سيدو هذا راهو حاجه زينه ياسر، مزيل البقع، اللي يعاني من البقع، استاذه تقري طبليه تاعها طول بالحبر، ولاد صغار كيف كيف، يعني هكا حوايج ساحه عليك، تاي اصوص مكياج كذا منه، هذا اللي يهنيك سيدو، هذا اللي ينحلك ليطاش. ويستعملوه استعمالات اخرى في اليوتيوب، سقسوا برك سيدو كيفاه طريقه الاستعمال تاعو، كاين اللي يربيه ويخلطه في الماء يخدم به صابون مارسي 5 إطرات. هذا دار 10000 فراك سيدو الازرق، والوردي دار 12000. زيد سيدي، وين نروحو دركا؟ نروحو لديزودوريزون بلوك. عندنا فيه كاتكو، كاين الروز، كاين الخزامه، كاين القارص، كاين الياسمين، فانيل، فاني. هذه فيها كروشي حديد، هذه مخدومه كي شغل، تخدم كيما الكاثور. وش هو؟ معطره، تعلقوها في الدار، في الدخله تاع الدار، تعلقوها في الطواليت، تعلقوها في خزانه تاع قش، هاي وين هي، وطارد للحشرات في نفس الوقت، ناموس وكذا معاش يدور. فيه ريحه طيبه وقاويه وزينه ياسر، كلينتكس، لا مارك كلينتكس. هذه الحجره دارت 25000، هاي وين هي. نزيدو، واش نزيدو؟ شيفونه تاع الزجاج، هاي وين هي، لا مارك ثاني ميدينات، حاجه زينه ياسر. شيفونه ميكروفيبر، هذه وش هي؟ هذه الناس اللي راه تمسح بالجرنان وظل هيرجا وتحوس على الجرنان وهاو بالعربيه، وكون يعود مكتوب فيه اسم الله ومنه من هيه، هانا جبنا لكم ودرنا لكم الحل. شيفونه هذه تمسح كيما جرنان، عندك مرايه، عندك كارو، فيترينا كذا، منها تمسحها لك، تخرجها لك ما شاء الله، دير 15000 الشيفونه هذه، حاجه ثاني زينه ياسر. استعملوها للزجاج، للإينوكس، الحوايج اللي اللي تحبوا تتلمعوها في الجدار كذا، منها من هيه، تخرجهم لكم ما شاء الله، سير لي نورم. ميكروفيبر قلنا، نشافة، عندنا ثاني نشافة ميدينات تاع الأرضيات، هاي وين هي، حجم كبير،
هذه بالسكراتش كما راكم تشوفوا فيها، كي تدخلوها في الفروطوار كما هكذا وتحكموهم بالسكراتش هذه تاع شيت شيت هذيك تتحكم، ما عادش تطير لكم. وهذه النشافه زينه، جهه حرشه شويه وجهه رطبه. هذه النشافه ما عادش تشري نشافه انت كي تشري هذه، ها وين هو تلصقها تحكمها كيما هكذا، تلبسها للفروطوار تقول له هاني كسيتك، تهلا كيما راني نخسر عليك عندك تعود تحشمني هكذا لصقت. زيد هذه وش هي هذه؟ هذه الدير قداه الدير؟ 35000 بصح نشافه. يعني كي تقول اني شريت نشافه وكذا وتروحي تتقلشي على جارتك وتقولي لها او واحد النشافه ولا من عند ميس بروبر، الله الله ما نحكي لكش. ما مادام ما شريتيش هذيك شغل ما درتي والو في حياتك. هاني بديت شويه نتلونسا ونعرف العقليه وكذا. واش نزيدو؟ فورس ميكرو زجاج نشافه ميدينات بورت صابون، هيه حامله الصابون بالمغطى كريستال وهي بلي كولير، الله الله متحوفه. اللي عنده مثلا فايونس اخضر في الدوش ولا ازرق ولا احمر ولا، والله العظيم غير تزيد له الدوبل مش النص بورت صابون. وعندك كيما نقولوا يتهز الصابون الفوق ما يتبلش، هم هزين ذوك الوردات دار 8000 فراك. زيد بورت صابون والمقربه الكبيره، الحاجه الزينه هذه اللي من المفاجاه هذه، هاي وين هي؟ هذا السشلانج تاع الكورديون تاع الالومنيوم اللي وريته لكم العشيه في واش اسمه، ها وين هو؟ مخدوم من الالومنيوم، شوفوا كيف يتكسل. هاني كي تحكم التليفون بيد ما عرفتش كيفاه، شوفوا كيف هكذا. ها تفتح كورديون، شوفوا عنده تلصقوه بلي فيس من هنايا، دو فيس من هنا ودو من هي، تلصقوه في التاقه، تلصقوه فوق الشوديره تاع اللي تسخن الماء هكذا منها. عندك فيه ربع خمس مطارق، سامحوني نفتحو تشوفوا. شوفوا كيفاه يتفتح كورديون، يتفتح يعني تحتاجو تفتحو، ما تحتاجوش هاك مطبقو ومريح ومهني روحك. خمس مطارق ويهز الثقله، خمس مطارق الومنيوم ما يطراسيلك في القش، ما وتقطع حبل، ما هاي منا من هي. هاني ندمت كي شريتو، هاني هذه الهضره كل ما عرفتوش تسمعوها، يعني راك شاري حاجه زينه مدي دراهمك معاك. ها ها وطبق، كي يلصق في الحيط سهل الاستعمال. راك معايا، عندنا حجم كبير دار 250000 والحجم الصغير ها وين هو دار 220000، ديفيرونس متراج برك ماهوش يعني كي نقولوا كبير وصغير موش حاجه كبيره، يعني قلنا 250 220. الجماعه اللي ماشي تتفرج في اللايف تاع اليوم راه وراها عمرها خساره، نقول لك هاني بنزين. نقول لك الجماعه اللي راهم يتبعوا فينا من تونس ومن الدول الخارجيه من خارج الوطن، نقول لهم مرحبا بكم في بسكراي، تروح الكورونا وتطلق الطريق، ومرحبا ومرحبا بكم. عم ياسر على بالي عندنا متتبعين من خارج الوطن. نزيدو نكملوا، جبنا لي فونتوز تاع الطواليت، هاي وين هي سيليكون اللي تسرح هذيك وكذا، حاجه زينه وبلي كولير متحوفه ومريقله. درت واش درت؟ درت 25000 الحبه، فونتوز كورديون سيليكون ما شاء الله. زيدي شوشه بن يونس، راني كنت مبارطاجي، الله يبارك فيك وربي يحفظك ويرزقك ويحفظ لك وليداتك وراجلك، انعتي متزوجه ويعطيك ما تتمنى ويرزقك ويعطي ويرزقك الجنه، يعني الجنه هي اخر اغلى ما نتمنى، ربي يرزقك الجنه ان شاء الله ويعطيك ما تتمنى. هذا واش راح نقول لك، والناس اللي بارطاجات كامل ربي يعطيهم من يا ربي يرزقهم يا ربي يعطيهم يا ربي، واش يدوروا في قلوبهم يعطيهم. هاني واش نزيد نقول لك، الناس اللي راه تبارطاجيا واللي راهم يتابعوا فينا ثاني يعطيهم بالمثل. هاني دعيت لكم دعوه زينه، واش نزيدوا؟ فونتوز، واش قلنا؟ فورس اكسبريس ديغريسون 28000، 28000 مزيل الدهون اللي راهم داير سوكسي كبير في السوق، يعني هذا لي تريز افيكاس، حاجه فور ياسر مزيل الدهون 28000. وجبنا ثاني الديتارتون هذا مزيل منظف الحمام، مزيل الكلس اونتي كالكير ولا كيف يقولوا، ها هذا كيف كيف دار اها هذه سيتي بوليش اتاك، لصقهولي في او الخدامه يا اخي كيعودوا يخدموا كذا يدزوا برك بلا قلوب،
وليش اتاك 25 وين هو لصقت له التيكي اونتي هذا ديغري واش اسمه هذا الاونتي كالكير دار 28000 كيف كيف. نزيدو جي في باور المنظف السحري للارضيات الفعال جدا 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 كي المعلمين تاع بكري حسن جدا وكذا. ها وين هو داير 30000 هذا اطرد دير العجب تشوفي يعني واش خرج لك ما شاء الله الناس اللي جربوه اعطونا تجربتكم. زيد جي في باور بروس طواليت حاجه زينه. هاي وين هي بلي كولير ثانيه شوف حاجه ليكس دارت 25000 وجبنا حاجه عاديه. هاي وين هي مليحه يعني حاجه زينه اكسيبتابل وهي جات زينه ما تحوفوش هو حنا نقولوا هاي كذا من هي دارت 18000. نزيدو جبنا البروس طواليت تاع لونجليز تاع لاشيز اونجليز. هاي وين هي الدايره هذه دارت 20000 مونش ساحه اينوكس حديد دارت 20000. زيدو فليتوكس كازا جاردان جبنا لوغو لافوند و سيترون الخزامه والقارص 33000. الكاثور تاع القش الساشيات تاع الحب الابيض هذاك ب 10000 فراك. زيدو جبنا لويال المنظف السحري للالومنيوم اللي هذيك اللي تحرقت لك كوكوطه ولا قميله يخرجها لك خير من النهار اللي شريتيها. قرعه صغيره هاي وين هي دير عشان دير ساوي صغير كيف يقولوا صغير وحير قرعه صغيره بس هدي العجب. لويال تاع الاردن هذا منظف ينظف لك الاينوكس ينظف لك الالومنيوم يخرجوا لك ما شاء الله كي نقول لك ما شاء الله يعني ما شاء الله دار 25000. بوليش فورس اكسبريس تاع الساشي تاع القرعه ولا كيفاه هذا تاع القرعه تاع البلاستيك فشفاشه دار 28000 عفوا. بوليش فورس اكسبريس لادوسيسون يعني سوبلين تاع الفورس ساشيات هذا تاع المعطر الملابس هذا ب 10000 الحبه. هاي وين هي الساشيه هذه ب 10000 فراك. كاين لي لوحه في الخزانه كيما راها كيما هكذا تقعد وقت كبير وهي تطلق له في الريحه في القش والاستعمال الحقيقي تاعها انك تخلطها في واحد لتر من الماء كي تجي تشلل القش تشلل بها يعني تخلي ريحه. كاين ساعات وين تغسل بصابون ماكش مال تغسل به يخليك ريحه من تنحشك في القش تندم تكره القش هذاك تشلل بالفورس هذا يخرج لك ما شاء الله. واش قلنا قلنا وين لحقنا فورس سوبلين نروحو بروس بيبرون تاع 12000 والموب تاع القرعه هذيك النشافه هاي وين هي تاع القرعه هذه عندك القرعه هذيك اللي راكم تشوفوا فيها في الوسط هذه هاي وين هي القرعه هذه تنحوها تعمروها بالماء هاي وين هي تنحوها تعمروها بالماء ولا صابون ولا واش كان تعاودوا ترجعوها ثم عندك البرا هذاك اللي راهو الفوق هذاك كي شغل الفران تاع بسكيلات كي تلضي عليه يخرج لك الصابون من هذيك البوان اللي تحت القرعه هذه هاي وين هذه البوان هذه يخرج لك يطيش لك الماء قدام الشيفون هذيك وتمسحي يعني يساعدك مليح توفر عليك الوقت توفر عليك الجهد تمسحي السطح تمسحي الارضيات تمسحي الحيوط ما شاء الله. الشيفونه تلصق سكراتش والشيفونه نتاعو ديسپونيبل دير 25000 هي متوفره في المحل يعني حاجه روعه طول ما تظلي تكركري في البودن ولا تهزي في الثقل ولا تندبي ولا حالتك حاله يعني ما شاء الله. جبنا هذا الطابي تاع الكوزينه 3 بياس ها وين هو سكاي هي سكاي ماهوش ماهوش كتان ولا قطن ولا ذاك الموديل هذاك هذه 200000 حاجه زينه ثاني ما شاء الله. عندنا في كولارة ثاني زينين ياسر وكي تحط في الارض يلصق ماهوش اللي يمشي يتحرك هذاك. زيدو هذو الحوايج اللي جبناهم في مواد التنظيف
ولا مواد ولا لوازم التنظيف. عم حوايج زينين ياسر ومطلوبين وكذا، حاجه يعني ما شاء الله. نروحوا دركا للاواني والحوايج الاخرى. جبنا الشاريو تاع الضيق هذا، جبنا فيه دو موديل 4 ايطاج و 3 ايطاج. هذا اللي جبناه المره اللي فاتت وما قعدش في المحل والناس كل راهي تحوس عليه، وجبنا فيه كلاله ثاني ما شاء الله. جبنا الروز، جبنا البلون، جبنا الجري، جبنا نورمالمون الجري، ثلاث كلالات الروز والبلون والجري. عندنا ربع طاجات وثلاث طاجات بالروض، يهز لك العجب في الدوش في الكوزينه في كذا، هاي يتكركر بالروض يمشي ما يحكمش البلاصه. قال عندك مثلا سباس تاع 10 سنتيمتر بين الفريجيدير والحيط، ولا بين الكوشه والفريجيدير، ولا كذا، تدخليه ثم تلوحي فيه، وكاش قرع عندك في الدار كل تلوحيهم ثم، ولا كاش حوايج هكذا، ولا ما شاء الله 3 ايطاج 4 ايطاج. هام لي كولير اللي فيه. والسومه يا اخي كيما عودناكم دائما بالدقديق نتاع السوق. هاي وين هي؟ عندنا البيج، الروز، البلون والجري، عندنا كميه ما شاء الله جبنا المره هذه. الناس يعني اللي ما داتش ما تحيروش، راه كاين لا كونتيتي. قداه دار نتاع 3 ايطاج؟ دار 95000، و 4 ايطاج 125000. داكور، 125 95000. نروحوا بالترتيب بالورقه به من اي كاينه سلعه لحقت العشيه هذه برك مازال ما نظمناهاش. شوفوا يكون في الحانوت مبعثر. شوفوا نبداو بالاول السيبور تاع المغارف هذاك تاع الكويار، هذا اللي تنظموا فيه المغارف هكذا وتلوحوا فيه القجر ولا واش كان. ها وين هو جاي كي شغل جيوب جيوب، تلوحوا فيه المغارف بالطريقه هذه كما راكم تشوفوا في الصوره، المغارف، الفراش، الطماس، واش يعني الحوايج رقيقه. تلوحوه في البلاكار في التيروار، حويجه ثاني زينه. عندنا فيه لي كولير ما شاء الله، دار 20000 الحبه. لي سنتر، سامحوني على بالي راح ندور بكم ياسر، روح ورواح روح ورواح، تعبه تاعي انا ما نسالش، بصح انتم ما نسيتش نتعبكم شويه. لي سنتر تاع الموف بين تاع 2000 فرانك 2500 الحبه، 4 ب 10000 لي سنتر. مغرف تاع الميزان اون بلاستيك، عندنا فيها لي كولير ثاني، الناس اللي تحتاجها الخضاره ولا اللي الحوانتيه. مغرف ميزان دارت 10000 الحبه، حجم كبير. قوبلي صغير صغير ومسحوب زين ياسر، ها وين هو اون بلاستيك دوبل كوش. عندنا فيه البلو والروز، دار 5000 فرق الحبة. ايغوطوار تاع المغطى هذا دوبليطاج، ها وين هو تاع الكرتونة هذا، فيه دوبليطاج، الطاج الفوقاني يتغطى والتحتاني كيما راكم تشوفوا فيه هكذا. عندنا فيه ثاني لي كولير ما شاء الله، ايغوطوار تاع المغطى، ها وين هو، دار 90000 زيد. سيبور تاع الثلاجة اللي حطيته في الفوطو العشية هذا اللي يلصق تحت الرف مباشرة، دار 12000 الحبة زيد. واش نزيدو؟ لي بورت مونجي حجم كبير وامبريميه مرسومه من فوق، دو بياس. هذه السلعه دخلت جديده العشيه ما نظمناهاش، نورمالمون حتى نريقل لا بنصورها، مي معليش. ها عندنا هي الكولرات ما شاء الله روعه، امبريمي المغطى تاعها زينه ياسر ياسر ياسر، دو بياس كبيره 3 لتر الوحده تهز 3 لتر. واش قلنا؟ هاي وين هي، دو بياس 30000 في زوج. زيد جبنا ثاني واحد الباطة ثاني، هاي وين هي، ترونسبارون من تحت كاري كبيرة، حجم كبير 3 لتر
كيف كيف تهز ثاني تمشي وتتباع بالحبة. هذوك تاع بشاو دو بياس وهذه تتباع بالحبة، 12000 الحبة. زيد جبنا هذا البورتلوش تحطوا فيها المغرف تاع السقو، هاي وين هيك تتحط طريقة الحطة نتاعها فوق البوطاجي كذا. بورتلوش دارت 10000 الحبة، حويجة زينة. زيدو وين رانا وين رانا، مساك دوبل هذاك مساك تاع القش 10000 راك. سلة تاع سلة كشغل سلة تاع لابوبيل كيما السلة تاع القسم، ها وين هي. مرة كي خرجينا نشوفوك شغل سلة تاع القسم، هاي وين هي. وفيها هذا الغلاف الفوقاني هذا اللي يشد الساشي، ها وين هو. تهزوه هكذا تنحوه، كي تحطوا الساشي تعاودوا ترجعوه فوق باه ما تطيرش. دارت شحال دارت سلة تاع القسم؟ سلة هي دارت 15000 باطل خلاص. البيدون نتاع السال دو بان صايمه، حاجه زينه ثاني. هذا خشين ياسر، ها وين هو، حويجه زينه ياسر. البيدون تاع الماء هذا تاع الدوش هذا، حاجه فور اللي يحوس يشري حاجه زينه. ها هو بيدون صايمه 15 لتر، ما شاء الله روعه البيدون هذا. عندنا فيه ليكولير ثاني، بيدون تاع الميناج صايمه دار 30000. جبنا ثاني الحيبوسه تاع الاولاد الصغار على شكل بطه، البطه هذه الراس تاعها يركب لهنايا، هاي وراهي حاجه ثاني زينه اون بلاستيك، دارت 45000. زيدو جبنا لا بومب تاع الماء هذه اللي تجي فوق البيدون، ولا كش ما عندك يعني هكا. المهم فيلطاج، تركب فيلطاج في البيدون تاع الماء وتسربي بلا ما تضل تكي في البيدون. ثقل اللي عنده ثقل وكذا، دركا جا الشتا ما عندنا نحتاجو لا كلاسيير لا والو، من البيدون تاع الماء تعبي واش تحب نتايا. لا بومب تاع الماء هاي وين هي، دارت 35000 الحبة كيما راهي موضحة في الصورة، مضخة يدوية. زيدو قلنا هذا الشاريو تاع الضيق راني وريته واش نزيدو، واش ملقيتو تتعيط يعني. جبنا لي بلافور غالفانيزي، دارت عندنا الصغير خلاص تاع 25 طوله خشينه ما يحرقلكش العجنه اللي ديرها الكاطو. عندنا الكبير شويه دار 25 صغير ولا كيفاه، دار 25 ليتر منه 30000. ها وين هو طوله الخشينه خلاص، حاجه زينه يعني 25 30000. زيدو نورمالمون هذا هو، هذه هي السلع اللي جبناها اليوم، هذا هو الشيء اللي يدخل ميس بروبر اليوم. يقراو الشيء اللي يدخل كامل نوريه لكم. نروحو نقراو شويه تعليقات ونجاوبو شويه اسئله. هاو المساك تاع القش اللي قلت لكم عليه، كيبكس ماركه مليحه، البلاستيك تاعو ماهوش معاود. زيد لي قطوار عندنا فيهم لي كولير ما شاء الله، الروز عندنا قده اللون. نروحو للتعليقات درك، نبداو من الاول خلاص ونجو. نيني تم بارك الله فيك، وسيله وسيله. السلام عليكم، مازال عندكم الابريق مع الكيسين تاعو تاع 40000؟ نعم مازال متوفر وما يفضش باذن الله. ها وين هو بريق وربع فناجل ب 40000 باطل، 40000 برك. هذا مكان ما انا طالبين مال، ما انا طالبين جاه، ما انا طالبين والو، رضاو علينا برك.
زيد عثمان رامي الفيديو مش يمشي عندي. هذيك مشكلتك اخويا، كنعيطوا لك لي بومبي، دوك نتصلوا في الرقم الاخضر هذاك 14 وزوج دقائق وهما عندك. زيد نكملوا. موح يشاهد الفيديو، اعطيك الصحة، متابعة طيبة، متابعة ممتعة، علمتني الحياة. كريستو خطير، نعم خطير جدا. كون جا خطير كفاية يبيعوه يا حمار ليك. انا والله غير ساعات نسمع واحد الهضرة، ممكن خطير خطير كي مثلا قال مثلا خلطوه ويشربوا واحد يحوس ينتقل للعالم الاخر، هنا يسموه خطير. واحد مثلا هو يقول لك دير ليغون ولا دير كذا وانت تغسل بيديك، هنا خطير. اما كي تدير الاحتياطات نتاعك، هاي ساعات الطماطم خطيرة، ساعات واحد يروح يشري دلاعة ياكل الدلاعة هذيك يجيب شره في السبيطار، خطيرة ولا مش خطيرة؟ مالا رانا في وقت العصر انا، والعلوم والتطور والتكنولوجيا ماذا بينا ما نعودوش نمسخروا ببعضنا. معليش سكارليت ليتر يا ابن عمي، يكتبوا لنا اسميات ساهلين شوي. ورينا اذا عندك روبو مولينكس ولا براميكسر ولا باتر مولينكس، ها واش عندي. اجمع الاسامي العجيبه هذه، عودوا سهلوا لنا شويه. برا مولينكس ولا واش سقسيتي؟ روبو مولينكس. هي روبو مولينكس، هاو الروبو المولينكس اللي عندي. عندي هذا 5 اكسسوار يخدم 20 فونكسيون، بلوس دو 20 فونكسيون، يعني اكثر من 20 عمليه. هام لي اكسسوار اللي فيه، واحد زوج اشوار كيما نقولوا هذوك نتاع لي راب، هذو لي رابي. هذا دار 1220 مليون و 220، وعندنا الموديل الفوقاني هذاك، شوفوا مليح. كات اكسسوار بصح لي زاكسيسوار اللي فيه، شوفوا ها هام لي زاكسيسوار فيه. مطاس تاع جي يخدم 19 فونكسيون. هيه 19 عمليه. واش يدير السومه نتاعو؟ يدير 1,350,000، 1,350. زيد سيدي هذا المولين، هذا المولينكس. واش عندي نورمالمون هذا واش بقى لي؟ يعني جبت منهم، جبت لي براميكسور، جبت الاخرين خلاصوا لي، قعدوا لي زوج حبات روبوات. زيد بس تويش ما شاء الله، نانا جوجو بيس روعه. سيدو نتاع ليطاش اعطيك الصحه، هذه شهاده تاع احد احدى الزبائن. نانو جوجو بيس ما شاء الله، الله يبارك فيك. ام رامي صابون سيدو خويا شحال؟ عاود قول لنا. سيدو كاين الازرق ب 10,000 والديطاشون 12,000. ياسين غجاتي ما شاء الله كل شيء في القمه، ربي يبارك ويزيد موفق ان شاء الله، الله يحفظك ويبارك فيك. هذه الجهه درنا فيها شويه، نروحو ندورو في جهه البلاستيك خير اللي ما درناش فيها. باش تشوفو كش ما تشوفو حوايج سقسو دابا راهي مخلطه وملبزه، بصح معليش. هي حقه جبنا هذو لي بورتمونجي تاع الكروشيات، هذو من بلاستيك وقت التمر وقت الدسان وكذا، ومنا من هيه. انا طول نتفكروكم عندنا، شوفوا من الا من الا الا هذه قلت تهز الليطره، وين راهي الا؟ هاي الا الا هذه تهز ليطره من الا الا 2 3 4 5 6 وروح. بايط هكذا بالمنظمات بالمغطى تاعهم. زيد من الصغيره للكبيره خلاص. ما شاء الله. قلنا شوشه بن يونس كنت مبارطاجي، ربي يحفظك، انا دعينا لك دعوه زينه. هذا وين نزيدو؟ سوسو مشكور، مرحبا مشكور، الله يبارك ما شاء الله، الله يحفظك. ديدا مانو اسعار تنافسيه، نعم قوليها وعاوديها. ابرز المعجبين نانا جوجو بيس، راكي تبعثينا في الملصقات، نشكرك على ذلك. زيد تراش هذا الاسم والله ما عرفت نقراه. وحيده، وحيده كت كثيري ولا وشي تيوه، توحشنا بسكره. كاتبتها ما عرف الشينويه ولا توحشنا بسكرة، والله غير يعني ما شاء الله. مسقط الرأس هذا طول يتوحش الإنسان مالقري الهموم اللي فيه والحوايج اللي ماشي مليحة، بصح كي بعد عليه الإنسان يعود يبان له هو ثم حبس الدنيا.
أم رامي مشكورة على الملصق، أحمد سلطان أيضا مشكور، أمال ضيف الله وعليك السلام مرحبا بك، ياسين غجاتي أمين يا رب العالمين، دعوة زينة ياسر، زيد سوسو سوسو راني بارطاجيت واش نقول لك، الله يحفظك وربي يعطيك ما تمناي، أمين أمينة، يوسف صحراوي أي طاقي في، واش نديرو، أمينة أمينة كيف كيف، محمد دانيال ولا شي، سلام عندك منظف تاع دال دوسول والرخام، نعم عندي المنظفات تاع ليدال تاع الرخام تاع كلش، عندنا المنظف الباخرة سبيسيال دال دوسول ها وينو دار 15000، وعندنا تاع الكارلاج دار كيف كيف 15000، تاع لادال تاع الرخام تاع الماربر خلاص لي زيد، عندنا معطر الجو ما شاء الله تاع لامبورطاسيون هذا صنع في الأردن، معطر باس عندنا فيه موج البحر، عندنا فيه الفلور ريد باسيون بلوم مورنينغ مورنينغ، عندنا فيه ايموسيونال اورانج ورد البرتقال، عندنا فيه الخزامه ريحة نتاعو ما شاء الله، معطر الجو هذا دار 28000 القرعة، وعندنا معطر الجو لويال ثاني لا مارك، هذو لي مارك ما شاء الله لويال، عندنا فيه ثاني لافوند، عندنا برائحة رذاذ البحر والخشب الرطب، الله الله، وعندنا لويال برائحة الأعشاب العطرة والعنبر 28000، وعندنا كذلك برائحة الأظاليا الأظاليا الحمراء والأوركيد، الله الله، هذه هذه عجوبة كبيرة هذه زيد، زيد وش نديرو، أم رامي أم رامي ولا شي راح طلعت التعليق، اللي جاي في الروز والفير، ورينا هذاك سيرفيس تاع الزجاج اللي جاي في الروز والفير، وينه السيرفيس تاع وشي هو قهوة تاي كذا منا من هيه، عاودي وضحي لنا السؤال مليح، أم منتصر ربي يزيد ويبارك أمين يا ربي يحفظك ويرزقك، ياسين غجاتي السرير تاع الأولاد ما تقدرش توريهولي، علاه أستي نوريهولك لاباس خلاص، السرير تاع الأولاد الكبار ها وين هو، هذا ها هو راهو دار 750000، استنى نتأكد 750، نعم حجم كبير تقدر دير زوج فوق بعضهم عادي بواحد العملية سهلة جدا، تقدر دير زوج فوق بعضهم ثلاثة دير واش تحب، ما عليناش حاجة زينة ومتحوف ومريقل، واش حال دار السرير قلنا دار 750، سوسو عزو ورينا لي طابي اللي عندك، كنت راح ندير اللايف بالطريقه هذيك مي حطيت السلعه اللي ندخلها اللي تقعد برا حطيتها في المقدمه غطيتها، ولا غالب غدوه ان شاء الله ندير ندخل السلعه لداخل شويه وندير لكم لايف على الطابيات والسلعه اللي كاينه، وبلاك يكون فيها جديد في الطابي غدوه مانيش عارف نحاول، زيد بولارات الزجاج راهي حاضره تاع 5 اطرات تاع 3 اطرات، الناس اللي راهي ترقد في الزيتون والفلفل وال كيف يسموهم المخللات هذوك اللي يقولوا لهم، هاي وين هي ما شاء الله روعه، سلعه ترك 3 لتر قلنا دير 65 و 5 لتر دير 75000، زيد ابراهيم بدوي انت باين من البرج من البرج بصح وين برج، ابراهيم بدوي ولا باتنا، لا انا من بسكرة، زيد ام انس ام انس يشاهد، نعم مشاهدة طيبة، جوجو لاروما ضوضاء، اسمحي الناس الاء الرحمن رحان تاع لي زيبيس وريها لي من فضلك، الاء الرحمن وريتها لك البارح وان شاء الله تعودي تشوفي درك نزيد نوريها لك، ومعليش اسيدي لا ما شفتيهاش نزيد ونوروها لك نتشوفيها، هاي وين هي هذه تاع 170000 واللي تحتها تاع 100000،
ياسين غجاتي مشكور على الملصق، ملاك يحيى هذا البلا اللي نحوس عليه، مبروك عليك. زيد زي زايده ولا شكون الفوانيس تاع المولد عندك؟ لا ما عنديش. سجود مكه تعيش عندك؟ لي برودوي اللي نحي خدش نتاع الشاشه التلفاز؟ لا ما عنديش. خدش ما يتنحالكش، ما يكذب عليك حتى واحد يقول لك ينحيه. اذا كانوا طراس هكذا تاع قال مثلا نعطيك البرودوي عندي اللي ينظف البلازما، اما خدش ما يتنحاش. ما تخسري دراهمك خيتي، ما تقولي هم كلحوني. عثمان نوار، كوكوطه كبيره 18 لتر بكم؟ عندي الهاي ستار ميل برين تاعها نسيتو في ال 18. زيد سوسو شهره ميليس، هاي الطاقه في صاحبتها. موكا صالحي بانينيز سايونا شحال؟ عندي هذا الموديل دار 280 ألف سايونا، وعندي البومان 350. زيد خولة خولة ما شاء الله، الله يبارك. ملك يحيى كعادتها دائما توري في الطريق للناس، الله إن شاء الله يسهل لها كل الطرق ويرزقها من حيث لا تحتسب. هدى مهدي ربي يبارك، إيمان إيمان مرابطي ربي يبارك، تجيب غير الحاجة الفور يا جاري، واش تشري واش تخلي، الله يحفظك وربي يرزقك أنت أيضا. لحسن دي زيد، الله الله لحسن هذا على وزن أمير دي زيد، خطير. يشاهد الفيديو، نقول لك مشاهدة طيبة ممتعة، شاهد وتمتع مليح وشوف مليح واش رانا نديرو. زيد هذا الشينوي هذا معك اسمك فهم داير وين؟ في وين؟ في بسكرة، راهو في سوق الأربعة مقابل مقبرة العزيلات. أحمد سلطان ما فيهش مساعدة روبو مولينكس، والله غير البري تاعو روح دور وشوف قد راهم يحسبوا فيه. رحايا نتاع الحبوب بشحال والأنواع وبدون مخللات كيما الزيتون وبومنقوع شحال؟ عندنا الزجاج درك حجم كبير، وهي داخلة غدوة ولا غير غدوة تاع البلاستيك. أمل روابح وعليك السلام، ملك يحيى كريستو خدمت به ما شاء الله، والله ما درت ليغون. ما تديرش ليغون، ممكن ما يأثرش عليك في البداية بس مع الوقت يعني لازم ليغون، وما صرا والو وينظف فور، وراني جاية ندي ليا ولحبيباتي. مرحبا بك. وسيلة وسيلة القصعة تاع الحديد إذا عندك في المحل يا ريت تقول لنا السعر نتاعها. قصعة ألمنيوم ما عنديش الحديد. هاي وين هي؟ عندنا هذه 35 دارت 45 ألف، عندنا الكبيرة خلاص دارت 90 ألف، وهذه البريات ننساها سيرتو الحوايج اللي تجي لها في البيع شوية ننسى لها البري، نورمالمون تعود واحد 75 ألف هكذاك ولا 85، غدوة نزيد نتأكد لها من البري. هاني وريت لك القصعة يا وسيلة وسيلة. نانا جوجو بيجيب لنا بورتشو سير اللي تتفرمى بإذن الله. وبري ثاني طايح. زهرة زهرة الله يبارك الله يبارك فيك. زيد مريم ليندا ما شاء الله الله يبارك فيك. زين غدا الريحان هذه ولا غدا الريحان. زيد ندخلكم، قلت لكم الجهة البلاستيك على بالي عندي مده ما دخلتش، وتفرجوا مليح وكاش ما تعجبكم حاجه كاش ما تعجبكم حاجه نقدر نجاوبكم عليها. عندنا هذه البورت ساشي هذه اللي تستحفظ لكم بالساشيات تاع المصروف تاع 15 ألف، هاي متوفره عندنا فيها دو كولير، كاين الموف والبلو، دير 15 ألف. سي مرحم والدين. عندنا هذا الـ هذا الـ مش اسمه التويستة الزينة هذه على هذا الشكل، عنده شكل كيما نقولوا روبو بزوج عينين، تحب تعور له العين هذه ولا تعور له هذه. ها هذا المونيفال كي تدوره هكذا، وعنده هذه ثاني تدخلها له في فمه بليفونتوز، غير تحطو يلصق. ها هاك حطيتو، ها يهز الطابلة معاه وما يطيرش، الطابلة يهزها كيما راكم تشوفو، ها يحرك الطابلة وما يطيرش. بالقبضة حاجة كبيرة يهز 2 لتر، نورمالمون 2 لتر 95 ألف.
حويجه زينه وسوليده. زيد صندوق العجب فيه الفضة والذهب ب10,000 فرانك. لي بول تاع الولاد ميلامين حاجة زينة وخشينة ياسر، انكاسابل 10,000 فرانك. سكريات بورتي بيس، البورت مونجي 3 بياس، بورت مونجي 3 ايطاج. البايط منظمات تاع الغلاف تاعهم سيليكون تقلبها ما تسيحش. سينيات تاع كوشه كاين نعم، بصح نخلوهم الغدوه نديرو لهم لايف وحدو. سوسولو رزق حلال ان شاء الله، الله يحفظك وربي يرزقك انت يا ثاني. عبدو بسكرا سلعه ما شاء الله واسعار تنافسيه، السعر في ورقله دوبل ورقله ثاني بعيده حليلها مساكن. ابرز المعجبين راني من قبيل وانا نسقسي فيك وشي تسقسي، هاي هاني استنيت هنا درك تقولي درك زايده ولا وش درك تقولي لي وش خصك ودرك هنا نجاوبك، مانيش متحرك ومانيش قاري حتى تعليق نجاوبك. هاي استي هزر بيعاودي لنا السؤال. نحوس عليك شويه. سوسو عزو بارك الله فيك وفيك بارك الله. املوشكا ميس ورينا البالي اللي صورته اليوم من بعد نديره لكم، ولا هو كاين فوتو حقه يعني درته العشيه فوتو تقدروا ترجعوا تشوفوه. زيد سيدي ملك يحيى ربي يبارك ويزيد. ماما يوسف ربي يعاونك امين. عثمان نوار الكوكوطا ديامون نوار عندك الحطبات نتاع اللوح اللي يحطوا فيهم الكيسان؟ نو ما عنديش. قاطولوجي عيطت لك قبيل على عجينه معليش توري لي واش عندك، معليش دقيقة ونروح نجيت العجنات. سكارليت لا تورينا لي روبو اللي عندك، باتور وبراميكسور ميني اشوار معليش دركو نزيد ندور جيت التريسيتي. بسمة اميري ولا القجور تاع 220,000 رسمة كوزينة وكتاتجيبو منهم منا للسبت بإذن الله. ياسين غجاتي عجبوني الخزين تاع البنات تاع البلاستيك اللي وريتهم في اللايفات اللي فاتوا، إذا أمكن زيد وريهم لنا الله يستر خويا العزيز. خلصوا لي تقريبا نتاع البنات خلصوا لي نورمالمون. ما بقاوليش منا للسبت باذن الله كاقصى حد راح نجيب فياجه زينه نتاع تاع القجور والامور هذيك وتستمتعوا مليح مليح. زينو مينو ملك يحيى سلعه وسومه مساعده ربي يبارك. ايمان مرابط حق ابراهيم جيب لنا غلافات تاع الشاطالات تاع الكوست لي كوستيم والقنادر ان شاء الله باذن الله نديروا عليهم لا كوموند الى لقيناها من نجيبوهم. ساره رنين تحياتي لكم من عنابه، الله يحفظك ومرحبا بك في بسكرة. نورمالمون رانا يعني كفينا ووفينا، نروحوا نروبوزو شويه نريحوا شويه الوقت يعني راح. بارك الله فيكم على المتابعة، مشكورين على حسن المتابعة والإصغاء. الناس اللي راهي يعني تعطينا من وقتها وتتبع فينا وكل نقول لهم بارك الله فيكم مشكورين جدا، ربي يبارك لكم في رزقكم ربي يعطيكم ما تمنوا. الناس اللي بارطاجت لنا كيف كيف. نضربوا لكم موعد آخر بإذن الله، ممكن يكون غدا ممكن غير غدوة، المهم رانا دائما معاكم بالجديد. إلى الملتقى بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، دمتم في رعاية الله وحفظه.